وكاتب برضو يعني في الباوربوينت، في ورجيتنا هيك حجر مكتوب عليه نقش الناصرة، إذا ممكن توضح لنا أكثر هذا النقش. يعني عم بحاول أقرأ بس الكتابات مكتوب بتهيألي في اللغة اليونانية بس مش واضح كتير. نعم، هذا النقش نقش يعني من النقوش المكتوبة وجدت في الناصرة، فإذا الناصرة كانت موجودة. هذا النقش بسموه نقش الناصرة لأنه وجد في الناصرة واكتشف في يعني القرن 19، وعلى هذا الأساس يعني هو كمان دقيق جدا، هو يعني موثوق، وانتقل من إيد لإيد. ولما فحصوا أروه اكتشفوا أنه بيحكي عن شغلة اللي كانت ربما متداولة في ما بين اليهود، على أساس أنه اليهود قالهم يعني قادة اليهود قالوا لهم يعني أشاعوا أنه تلاميذ يسوع سرقوا الجسد، وقال لهم إحنا من رضيكو علشان ما يخدوش عقوبة الإعدام اللي كانت في ذاك الوقت. لكن يعني بما أنه هذا الموضوع تداولوا وصاروا يقولوا هذا الكلام، يظهر أنه القيصر الكلوديوس اللي كان في سنة 41 ل 54 ميلادي عمل مرسوم قيصري بيقول بالتحديد أنه كان واحد إسرائيل، والظاهر أنه عم بيهدف لليهود على أساس يوضح لهم أنه يعني المؤامرة اللي كانت بزمن المسيح إحنا وصلتني، بعرف شو عملت، أنه أي شخص إسرائيلي بمعنى يهود يقبض عليه وهو ينقل جثث من القبور العائلية، وخصوصا هاي القبور اللي عليها ختم الدولة، يعني ختم الإمبراطورية الرومانية، عقوبته هي الإعدام. وهيك بهذا الشكل بنسمع، وكأنه صدى على قصة قيامة المسيح اللي حاولوا اليهود يعني يختلقوا لها مبرر ليش اختفى هذا الشخص من قبله. أيوة، وطبعا يعني اليهود ادعوا أنه الجسد اتسرق، وأنه الكتابات في نفس المرحلة وخدمة التلاميذ كانت واضحة جدا أنه صمت الأعداء هو أكبر دليل على قيامة يسوع المسيح.